في فقرتنا أو تقريرنا الأخير، اختتمت كلية العلوم التطبيقية بنزوة أنشطتها الرياضية للعام الأكاديمي الحالي، وذلك بالمباراة النهائية لدوري كرة القدم. الزميل موسى اللواتي حضر إلى هناك ووافانا بهذا التقرير. اختتمت كلية العلوم التطبيقية بنزوة مناشطها الرياضية للعام الأكاديمي الحالي، وذلك بالمباراة النهائية في دوري كرة القدم، والذي انطلق في الفصل الدراسي الأول حاله حال بقية المناشط في كرة الطائرة وتنس الطاولة، وهي المكملة للبطولة الرياضية الداخلية بالكلية، والتي جاء نهائي كرة القدم في خاتمتها. وشهدت المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي بالمجمع الرياضي بنزوة، شهدت مستوى جيدا من الفريقين اللذين أظهرا تنافسا جيدا استحقا من خلاله الوصول إلى النهائي. وتأتي هذه البطولة في إطار حرص كلية العلوم التطبيقية بنزوة على الاهتمام بالنشاط الرياضي، الذي يعد نشاطا يضفي على العملية التعليمية جوا آخرا، يوفر للطالب فرصة الترفيه والترويح عن نفسه. وفور نهاية المباراة تم توزيع الهدايا والجوائز على المشاركين في البطولة، والتي تنافس من خلالها 20 فريقا في مختلف الألعاب الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة البطولة كانت أكثر من رائعة، كانت بدايتها في الفصل الدراسي الأول وانتهت مع ذلك، كانت تبقت المباراة الأخيرة فتأجلت للفصل الثاني، والحمد لله اليوم لعبنا وفزنا. نشكر في البداية الأستاذ هلال الفهدي مشرف الرياضي بالكلية، هو القائم بجميع أعمال الرياضة، وشكر للجميع. شعور حلو بأن نحن كشباب كلية جمعنا وتعرفنا على بعضنا أكثر وتداخلنا، كان هدف في البطولة هذا، دخلنا المنافسة وكان هدفنا وصول النهائي، بس الحمد لله على كل حال. كطلاب والله أول شيء مثل ما يقولون العقل السليم في الجسم السليم، هذا نجد النشاط مع بعض، تجمعنا وتكاتفنا مع بعض، عرفنا العمل الجماعي كيف تخطيط للمباراة وبعد المباراة وكيف تكاتف مع بعض، كان هذا هدف. تجدر الإشارة بالذكر إلى أن كلية العلوم التطبيقية بنزوة حائزة على درع الإجادة الرياضية لكليات العلوم التطبيقية الست بالسلطنة، من خلال حصدها لقب البطولة الرياضية للكليات في فبراير الماضي. وهكذا اختتمت كلية العلوم التطبيقية بنزوة أنشطتها الرياضية للعام الأكاديمي الحالي، والتي انطلقت مع بداية العام في مختلف الألعاب، واختتمت اليوم في منافسات كرة القدم. موسى بن جعفر اللواتي من المجمع الرياضي بنزوة لبرنامج الرياضة في أسبوع.